على كل حال الاستقالة ديال أو الكلام حول الاستقالة ديال الإخوان المستشارين في جماعة ديال القنيطرة حزب العدالة والتنمية، ف يعني الأمر يعني كنعتبره في السياق أنه أمر عادي وممكن أن استقالة، لكن هناك استقالات كثيرة جدا وهي نفسها اللي أنا كان عبرت عليها لما قدم استقالة، فهو تعتبر فقط مظهر من المظاهر الصارخة للعداد الاستقالات وأنواع وأشكال الاستقالات. كاين استقالة واستقالة من التنظيم، كاين استقالة من النضال، كاين استقالة فكرية وعاطفية، كيولي الإنسان كيقدر وبقى مرتبط تنظيميا وعضويا، ولكن ما بقاش ذاك الارتباط بالمفهوم يعني الروحي والمعنوي اللي كان على اساس ديالو انطلق هذا التنظيم. وهاد العمليه ملي كنشوفوا حنا هنا ما نتكلموش على الشخص وانما نهضروا على 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 هاد النتائج، وهو ملي كنشوفوا شي حاله بحال هاد الحالات ما خصناش نفسروها دائما باللحظه والنتاج، هو عبرنا عليها شخصيا بانه مخاض فكري يعني وفيه زمن، معناه فيه واحد مجموعه ديال التراكمات اللي كيعبر فيها الامر هذا. ثم عاده هذه الاستقاله هناك عدد ديال الاستقالات تمت واحد المرحله ثم كثري ومازال غنشوفوها كثير الان، وثم الان كنسمعها الان في الجوار هنا في الرباط مع بن عمود، كاين نقاش حول الدكتور بن سليمان، كاين واحد النقاش اخر، مجموعه ديال الفعاليات اللي هما بداوا العمل في المرحله المبكره. الان نحطوا السياق العام، ما نبقاش نهضر على كل واحد عنده الدوافع ديالو، كل واحد عنده الاسباب ديالو، كاين الاسباب الظاهره والاسباب الخفيه الى اخره. ولكن على كل حال الان ملي كنشوفوا ان حزب العداله والتنميه على المستوى، ملي نهضروا دابا على مستوى المدينه القنيطره، يعني وصل ربما السقف اللي ممكن شي تجربه سياسيه ديال واحد الحزب سياسي اللي غيدبر واحد الشان العام المحلي اللي هو دبر في ولايتين بواحد الظروف معينه. كنسبق اللي تكلمت على السياقات، السياق السياسي والسياق القانوني والسياق المالي. لكن بالنسبه على المستوى المركزي نفس العمليه، انه كيجي حزب سياسي كيقود الحكومه لولايتين متتاليتين باغلبيه الى اخره. على كل حال حنا ما ندخلش في مجموعه التفاصيل، كل واحد كيشوفها، ربما بالعكس السياق انه كان الدستور افضل. ثم هو هذه الحاله هو نفسها عاشوها مجموعه الاحزاب، خصوصا الاحزاب اللي كان عندها واحد المرجعيه سياسيه وعمر او خط فكري اللي هو فيه نوع من التدحرج من الفكره الى الممارسه في العمل الثقافي، العمل الجمعوي، العمل المدني، العمل الحقوقي، ثم كذلك العمل النقابي وكذلك العمل السياسي، لانه ما عندناش نموذج واحد في التجربه السياسيه كاين اللي جا تشكل الى اخره واحد يعني في الممارسه السياسيه. ولكن المسجل على هذه التجربه لانه هو واحد النوع الخطاب اللي كان واحد المرحله الخطاب ديال الاستعلاء. وهذا خطاب استعلاء لانه كان مفصول على السياق، لان حتى لانه ملي نشوفوا السياق ديال التجربه ديال العداله والتنميه اللي غادي تسير واحد الحكومه، فحتى هي في المرحله السابقه المنطلق ديالنا هو كما تكلمت على الاستقاله ديال احد الاخوان بمدينه القنيطره اللي هو سعد زكرماط من الحزب ديال العداله والتنميه، وهو موضوع ديال هذا النقاش. طيب بحال واخا انا ما كنحبش نتكلم على الاشخاص وانما نتكلم على السياق العام يعني في هذه الاحداث وبطبيعه الحال في هذه التجربه وارتباط يعني الدوافع والمؤثرات. بالنسبه ملي كنشوفوا شي استقاله ما عمرنا نفسرها باللحظه، لان الاستقاله هي نتاج طبيعي وحصيله تراكمات. ملي كيوقع واحد التعبير واحد الانفجار بين قوسين ماشي مفهوم الضخم، يعني التعبير عن الاستقاله طبعا الحال هو عبر عليه انه مخاض فكري وكان هناك زمن. وثم انا اللي بغيت نتكلم عليه الاستقاله هو انواع واشكال. كاين الاستقاله مفهومها الاستقاله من التنظيم مفهوم العضويه، ولكن هناك استقالات راه عدد ديال الاعضاء منسحبين عمليا منكمشين، كاين حاله ديال الضمور، حاله ديال التفاعل ضعيف جدا يعني ويعني. وثم انه ملي كيكون انسان في واحد وسط حاضر ربما سياسيا او اعلاميا كيبان هذا التعبير هذا، ولكن هذا راه يعني واحد عدد ديال الاعضاء عبروا على المواقف ديالهم وكاين عدد اللي هما استقلوا. وثم بالنسبه للسياق العام
اللي ممكن نستشفوه من خلال الكلمة ديال الأخ، وهو الفاعلين والمؤثرين. هذا الدور ديال الفاعلين في الشبكات الاجتماعية في لي ريزو سوسيو، يعني كان عندهم واحد الدور فاعل جدا ومؤثر في السياق العام، وعبر عليه الأخ طيب الحال اللي كيدعم المشاركة الفعلية يعني. ثم الآن اللي كنعتبر أنه وصل تجربة ديال الحزب في مدينة القنطرة يعني السقف، وأكثر ما ممكن يتم تقديمه راه تم الآن. ما كاينش راه كاين طاقات، ماشي ما نقولش راه ما كاينش، كاين طاقات، كاين أطر، كاين الناس اللي عندهم إرادة قوية، لكن حنا كنهضروا من خلال الآن اللي هما متحكمين في زمام الأمور، هناك حالة ديال الاختناق، لأنه سبق أن تكلمت على السياق السياسي اللي جا فيه التدبير بمدينة القنيطرة. لا عمسر السياق السياسي اللي تكلمت عليه أنه يعني كان كلهم الظروف وأنه قوة وأغلبية إلى آخره في الولايتين، والسياق القانوني أنه على المستوى القانوني كان مساعد لهم جدا باش يساهم في استقرار ديال الرئاسة، وكذلك الشق المالي اللي توفرت تخلاتها واحد الجزئية سابقة اللي سبق تكلمت عليها. هذه العوامل الثلاثة، ثم ملي كنشوفوا في الممارسة فعلا كان يعني كاين هناك سخط عارم جدا على هذه التجربة. طيب الحال الإنسان كيحاول يغطيها ولا حنا المنجزات إلى آخره، فقط أول متعلقة بالبنية التحتية واللوجستيك، في حين يعني الجوهر ديال التنمية راه ما كايناش. واحد المجموعة ديال الوعود إلى جينا نحطوا هذه المسائل كنشوفوا أنه يعني. ثم عبر الأخ عزيز شخصيا بأنه يعني خشية أن تحول قطر من سيء إلى أسوأ. إلا ممكن نوقفوا هذه العملية، معناها راه كاين وضع ماشي غير مريح، وبأنه فعلا كاين صعوبات على الوضعية الآن المالية ديال الجماعة، حالة ديال القروض، حالة ديال التفويتات ديال الممتلكات، الرصيد العقاري إلى آخره، كيبين أنه غتكون واحد الصعوبات قوية جدا للتجربة، أي تجربة اللي غادي يسير المجلس المقبل، إلا ما كانش هناك إبداع حقيقي. إبداع حقيقي خص يكون واحد الجهد إضافي اللي ممكن، وتعبئة شاملة، يعني خاص واحد طريقة تدبير منطق جديد باش يكون واحد التعبئة شاملة باش ممكن يتغلب على الإشكالات والتحديات اللي مطروحة على مدينة القنيطرة. حنا ماشي بصدد باش نفصلوا في هذا الأمر، هذا خاصو لقاء خاص، ولكن كنتكلموا على مسألة أخرى. لكن ممكن نشوفوا كذلك هذه التجربة اللي عاوتاني من خلال الكلمة اللي تكلم عليها الأخ، وهو على انه انسان كان بوحدو، خص هيئات اخرى سياسيه تكون حاضره، وخص يكون قوه الى اخره. معناه اللي ديما كنتكلموا عليه، السلطه المطلقه مفسده المطلقه. انت عندك كل السلط، اذا انسان الحضور ديال الاخر والفاعلين ويكون اقوياء كيعطي واحد القوه، واحد الدفع كبير للمدينه، وكيعطي واحد الحيويه. ولكن الاستفراد بالسلطه كيقتل الحيويه والديناميه في داخل المدينه وفي داخل في العمل. والان الامور واضحه، والقاعده اللي تكلم عليها واضحه، والنتائج ديالها طبيعيه، ما غتكونش بالمستوى المطلوب. ثم الامر اخر اللي غنتكلموا عليه هو طبيعه الخطاب. كان واحد الخطاب الحق اللي كان هو حق مستفز، خطاب استعلاء، نحن الافضل والاخرين وكذا، وكتحاول تجهز على جميع الاعمال اللي قام بها الاخر. ممكن كنقول ها هو الايجابي، ولكن ها السلبيات، ها في ملاحظات من كذا، لكن باش تجهز على كل هالاعمال كلها، بالمقابل كتضخم نوعيه الاعمال نتاعك، وكتستبعد الابعاد التراكميه اللي كاين. احيانا كدير شي فعل هو مبني على واحد التراكم اخر، فعل اخر، يعني كتكون على الاقل كيبان الخطاب واقعي. والربح في هذا الامر هذا ماشي باش نقتل الاخر، باش تكون انا النجاح ديالي، وكنقولوا كنحاولوا نشجعوا، وكنحاولوا يعني نتمنوا من الاشياء اللي هي عندها الجانب الايجابي. ملي كتجري وكتقلب على الاقصاء نتاعي كيولد اقصاء مضاد، وهكذا. وهذه مساله معروفه. الان مثلا مؤخرا كاين نقاش، فلان مشى للاحزاب السياسيه هذوك كذا، ونحن الافضل. باقي الان واحد الخطاب كيقول لك قد استبدلتم الذي هو ادنى بالذي هو خير، يعني الخير هو هذا الحزب وغيرها الادنى والاحزاب الاخرين، وهذا واحد الكلام خطير جدا. وهادشي راه ماشي ساقط في المستوى المحلي، انا كنت حتى على المستوى المركزي، انا غنعطي امثله كثيره جدا. مثلا على مستوى مدينه القنيطره، اصلا كان هذا الحزب هذا اصلا هذا اللي كنتكلموا عليه هو اصلا هو ضيف في حزب اخر، كان في الممارسه في التجربه
الداعية في داخل الحركة ما راس قلب يدير الحزب هذا حزب جد وطني حزب آخر والمعد ما ترفض قلب على حزب مرة كذا وكان حوار مع حزب استقلال أصلا اللي كان غيضم التجربة ديال الناس من يعني من داخل العمل الدعوي في 92 كان لقاء مشترك في الواقع الحزب كل نترة وكان أصلا هو تنسيق مركزي ما كانش تفاهم أو تاني أحزاب أخرى مع حزب الشورى والاستقلال قياديين ترشحوا حزب الشورى والاستقلال معناك ثم كذلك ترشحوا في ثم دخولهم لحزب الحركه الشعبيه الدستوريه الديمقراطيه هو اصلا خارج من حزب اخر هو ديال الخطيب وخرج من احرض معنا هذه التفاعلات كاينه مابقاش تقول حنا والاخر وكذا الى اخره هذه اللغه خطيره جدا وفيها نوع من واحد ما كتضربش الثقافه ديال القواعد العيش المشترك والتنافس الشريف وهذا هو اللي خص يكون القيمه المضافه اللي جيتي كترفعها ملي كنتكلموا على ثم انه عندك حزب ديك الساعه عندك الحركه الشعبيه الديمقراطيه اللي ولا اسم ديالها عداله والتنميه وما نزلتيش الانتخابات وهذوك الاحزاب اللي حكرتيهم هما اللي استوعبوك اللي كان السي عزقر ما ترشح في 97 ترشح مع الاحرار انا كان ديك الساعه ترشحنا في لا منتمون حنا عندنا الحركه الشعبيه الديمقراطيه وعندنا الاخ السي العيدي رحمه الله عليه في مهديه ترشح بحزب الاتحاد الاشتراكي وملي كنا كنديروا لقاءات على المستوى الوطني مستشارين الممثلين في الاحزاب ديال اللي كنقولوا في الحزب الحركه الشعبيه الديمقراطيه راه ملي كنديروا لكم التعارف راه هذا الامر مضحك جدا كاين واحد كيقول لك انا اخوكم في الله فلان فرت الله اللي هو في المدينه الفلانيه اما في المعرض ولا في رئيس الجنه ولا في التسير ولا كذا حزب تقدم الشراكية واحد كيقول لك لا منتمي واحد كيتكلم لك الاتحاد الشراكي واحد كيتكلم لك جميع الاحزاب السياسيه كالممتلة بما فيها اللي كان مع هذيك الساعه كتعتبر بحال الصراع اللي كان مع البا مع الحركه الشعبيه مع حركه الديمقراطيه الاجتماعيه يقول هذاك حزب كومنت العرشان الى اخره وكان فيها اعضاء فيها هم الى اخره معناها هذه الاحزاب السياسيه اللي كنهضروا لها بعض كذا الى اخره وقد قدمت لك خدمه جليله معناه خاص هذا هو التفكير يكون واحد ايجابي فين هو الاشكال حتى ملي كان في المرحله ديال الضعف لان الانسان خصو يشوف كيفاش كان الضعف الخطاب وكيفاش انه ولا خطاب مرحله ديال القوه في مرحله ديال كيبان لك طبيعه الخطاب وطبيعه الشخص حقيقه في القتال اللي كان الاشكال والنقاش حول مساله الاخيري و11 شوتنبر في امريكا و16 ماي في المغرب وكان واحد السياق دولي معروف الى اخره اذا كيفاش شكون اللي سمعها الان توفى مؤخرا السي عبد الرحيم الحجوجي السي عبد الرحيم الحجوجي كان حزب صغير جدا كنحكوا الاحزاب راه هو اللي دار اتفاق الشراكه مع الحزب في مرحله ديال الضعف كنقولوا حزب ليبرالي يعني يعني تعاقد اتفاق الشراكه مع حزب معناه انت تحاول تخرج من ديك العزله الشعوريه انت درتي تحالف مع الامر هذا تما ولا انتماءات الحزب راه الحزب العدد التنميه راه عنده اتفاقيه مع حزب البعث السوري معناه انت حزب اخر من ايديولوجيه اخرى وهكذا معناه كنقول لك واكثر من ذلك في التجربه السابقه في الحكومه السابقه فاش جا في الانتخابات راه ترشح عضو تصور تجيب عضو من رئيس حزب اللي هو الوزاني او نجيب الوزاني جيبوا من راس الحزب وترشحوا من الحزب ديالك اذا حلال لنا حرام عليكم معناه علاش كتشوفوا الاخر معناه خص يكون واحد الخطاب واحد النوع من واحد الواقعيه الى اخره واحد الموضوعيه واحد النوع من الاستيعاب هذا هو القيمه المضافه لكن مرتكزات ديال حزب العداله والتنميه الان كاين واحد الهزه كبيره جدا وصلنا في النقاش الاخر بالطبيعه بغض النظر لانه ملي كتكون عندك واحد القوه يعني الرفض قوي جدا ماشي يجي واحد الانقلاب خص يكون على الاقل واحد كاين نقاش زمن جزء معادله سواء التغيير ايجابا او سلبا لواحد الظاهره الان هذا خلق رجع ولكن قبل منه كاين نقاش كبير جدا الان التجربه السياسه من داخل الحكومه الان راه ماشي فقط على التجربه ديال الاسلام في المغرب ولكن في كاع تقريبا في مجموعه التجارب الان كاع الدراسات كتكلم مركز الدراسات كتكلم انه تطبق الليبراليه المتحفشه ديك القيمه واللمسه اللي كنقول في الاوراق السياسيه والاوراق المذهبيه الى اخره تطبقها هنا خصنا نشوفوا فين كاين الصعوبات فين كاين الاشكالات ماشي ان نواجه الامر ونخفي الامر بدنا نتكلم لا كذا الى اخره هذا امر كذلك في الخطه الوطنيه ادماج المراه في التنميه اللي كان واجه حزب العداله بواحد القوه واحد الشراسه الان راه كاين وثائق الان باقا موجوده بين كيدرك على منجزات العداله والتنميه شنو المنجزات ديالها ملي كتشوف فيها مناهضه الخطه الوطنيه لدمج المراه في التنميه راه عطيني المضامين ديالك ولا انا شكون اللي نفذها وشكون اللي كذا وشكون اللي صوت عليها وفين ترفض التحفظات في عهدي ظل حكم العداله والتنميه في المرحله السابقه كانت باسم حقاوي اللي كان وزير العدل هو الرميد اللي كان هو رئيس الحكومه الى اخره وفي عهد الان في الحكومه الحاليه
اللغه، نقاش كبير جدا حول اللغه والهويه الى اخره، فيما في وقت داز هذا الامر هذا في ظل هذا معنى المرتكزات اللي قام عليها حزب العداله والتنميه، واللي كتعتبر هو من الميزه التنافسيه، يعني اللي كنتكلموا بلغه الاقتصاد ان عندك واحد الميزه تنافسيه كتميزك على الاخر اللي كتقدم بها، يعني كل واحد عنده واحد الميزه ديالو كيحاول يبرزها. الميزه على الاساس والمرتكزات اللي تكلم عليها حزب العداله والتنميه للاسف باش يسوقها كيبان لك ان كلها تنقض تنقض بواحد الوتيره واحد سريعه جدا، والتحمسه للغه ملي كنهضروا التحكم التحكم واحد الوقت نقاش كبير جدا فعلا، ملي كتكلم ملي كتنقد واحد او كتنتقد ولا كتواجه واحد المنطق خصك انت ما تمارسوش عندك، ماشي كتنتقدو كتولي انك ماشي كتنتصر للمبدا والفكره ولكن تنتصر للذات. نعطي نقطه بسيطه، مثلا توجه ديال الدوله اللي هو اصلا غادا واحد المسار ديال عدم يعني التخفيف من الاعباء والمسؤوليات عند المنتخبون. كان واحد القطاع كان يحيدوا بين المسؤوليه بين رئاسه المجلس التقليدي مثلا والجهه والجماعه الى اخره، جاء في عهد الحكومه السابقه تقدم حصار اللي هو وزير الداخليه اللي كان مثل السلطه والتسلط والحكم والتحكم وذاك النقاش اللي كنتكلموا عليه، تقدم بمشروع قانون عدم الجمع بين منصب حكومي ورئاسة جماعة ترابية. هذا المشروع يقضي التحكم وضد ومع المنطق اللي اصلا كندعيوه كحزب سياسية وخاص لا ما يكونش تركز المسؤوليات الى اخره. ما الذي اعترض هذا المشروع؟ اعترض عليه من داخل الحكومة. معناه اذا انت كنهضروا على امر منطق سليم، راه كيتكلم كيقول مصطفى القرشاوي رحمة الله عليه لقد مضى عهد الزعيم الملهم اخلى مكانه، حتى في المجتمع الحربي لم يعد فيه مكانا للمحارب الشجاع. يعني اخلى مكانه للعسكري الخبير الاستراتيجي اللي كيجمع بين المعطيات ونسق بينها وصل القرار الاستراتيجي والتكتيك. معناه القرار السياسي سواء على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي كيخص واحد التعبئه شامله اللي ينضجوا معك الامر. كذلك في مدينه قطر، نعطيك مثال في مدينه قطر مجموعه هذه القرارات هي قرارات دمغيه، يعني دمغيه ديال اخر لحظه جي وكتقلبها القالب تدوز في المجلس. مثلا نعطيك مثلا كتكلم على توحيد اللون. توحيد اللون كيخص مثلا في المدينه كيخص واحد التعبئه، جيب الفنان التشكيليين، جيب الناس اللي كيديروا الديزاين، جيب مثلا الناس اللي سوسيولوج، كاين نقاش كبير جدا والناس كاع المتخصصين المتدخلين اللي ممكن يعطي افكار في العمليه، وكتنضج كتخرج واحد التصور وكتمر وكتدوزو. معناه ان تمتلك القرار، سلطه القرار، ليس انك تمتلك الحل ولا المعرفه ولا انت عندك العلم اللادوني، لكن فقط معناه خص تكون واحد السياق ديال الاشراك الجميع. هذا هو حسن التدبير، التدبير الجيد، ماشي انا كتقول انا عندي سلطه التدبير، انا اذا عندي سلطه المعرفه ولا سلطه القرار، هذا لا. اذا سلطه القرار وسلطه التدبير خاص احسان تحسن في الطريقه ديال الاستثمار الطاقات والافكار والمعلومات الى اخره. وهذا فقط كنهضر من ناحيه المبدا، وملي جينا نفرتو او نحطو كل نقطه غيبان لك في كاين الخلل. هو هذا نقطه بسيطه جدا، وهذا هو اشكال حقيقي. معناه وانتم في داخل التنظيم واش فعلا باقا ديمقراطيه تنظيميه؟ كاين حريه؟ كاين فعلا حاله ديال الاختناق في داخل التنظيم وحال التحكم؟ هذا اللي بغيتو يبرز في تحليل البيبان، وهذا اللي بغيت نقتلو ونحصرو. انا نتكلم بكل صراحه، انا كمداخل انا كنموذج كمظهر خبرة عند عدد ديال الطاقات كانت محاصره ديالها، ما كنتش ندخل في الذات ولا ندخل في الاقارن الى اخره. مثلا كيف تكون انت مسؤول اقليمي في هيئه اقليميه وعندك عمل ديال الشباب في واحد التاثير شباب في الاقليم، كيجي تاثر فلان ويجي تاثر نهار، تجي انت تاثر كتنوض عليك القيامه لا كذا اخره. كيف ان في داخل المدينه وانت عندك مسؤوليه اقليميه ويجي كيعطر عليك واحد يتصلوا بك ناس ديال الاطار وديال الحزب باش تبدا تاثر، من نهار غيطوا على فلان ما كاين مشكل، يعيطوا على فلان فلان، نهار يعيطوا عليك تنوض عليك القيامه ويحبسك البرنامج لحد الان، تم ايقافه مجرد ان تم استدعاء من داخل التنظيم من داخل الحزب. معناها هذا المنطق ديال الاقصاء هو اللي سماه عدد الاخوان في الرباط بان الحقر، احساس بالحقره، وهذيك هو اللي كان يكون الافضل. خص حاله ديال الاستيعاب ديال الاخرين. ثم هنا يعني ملي كنهضروا على التحكم وهضرنا على واش عندنا الزعماء طاقم، معناها كتلقى الانسان كيفاش كيجمع بين مثلا كتلقى العمده مدينه الضربات، انا كاشخاص عندي علاقه معهم طيبه مثلا، ولكن انا كنهضر على منطق، كتلقى هو عمده مدينه الدار البيضاء ذاك الدوله من الدول الصغيره، وكتلقى مثلا في البرلمان عنده مسؤوليه كيسير في البرلمان، ما كيف انا فاس وما ادراك ما فاس، ومجلس المدينه وصاو كتلقى تعطي لها رئيس فريق مثلا. نعطي امثله كيف انه يجمع بين منصب حكومي ويجمع بين رئاسه جماعه ترابيه، كيف انه يكون عنده هنا في الجهه وهنا في المسؤوليه في رئاسه الفريق وكذا اخره. هاد معناها انت كتبدد تقتل طاقات اخرى ممكن تحلى فرص باش تبان وتبرز وتعطي وتساهم، وانتم التمركز على الطاقه الانسان محدوده جدا. اذا ممارسه وسلوكا ضد المنطق
والنقاش والافكار اللي كيتم التسويق ديالها هذا يعني كيعري الواقع والممارسه وطبيعي. والاشكال هو انه كيتسرع بالوتيره ديال السقوط ديال واحد التنظيم كيبقى كحزب سياسي ولكن بالمفهوم ديال انه واحد رمزيه واحد القيمه مضافه، يعني كيبدو انه الان حاله ديال الكمون، حاله ديال التدهور، حاله التقهور بدا كتعرى. وحنا ما نتمناوش لشي حزب غير يخسر ولا تصفيش مع شي حزب، حنا بغينا الفعل السياسي والحضور السياسي يكون قوه، يكون حضور قوي لان مصلحه التنميه، مصلحه المدينه، مصلحه البلد. وشكرا.